أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. في أخبار وصلتني من رابطة مشجعي النادي الأهلي بدولة قطر. طبعا الرابطة هنا خلاص بتستعد لاستقبال أبطال أفريقيا النادي الأهلي، إن شاء الله لا يوصلوا مساء الجمعة بإذن الله تعالى يوم 29 يناير. طبعا احنا عارفين طبعا ان في اجراءات احترازية موجودة في دولة قطر وفي ضوابط معمولة في دولة قطر. طبعا كان في اقتراحات من المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطة مشجعي النادي الاهلي ان يتم استقبال الفريق بالمطار، لكن الموافقات الصحية قوبلت برفض. فكان الاقتراح اللي هيتعمل ان هيتم عمل ممر جماهيري للاتوبيس النادي الاهلي من المطار لحد فندق إقامة النادي الأهلي. كان في إنشاء كان في هيتعمل في الملعب بانرات مكتوب عليها أشياء لتحفيز جمهور النادي الأهلي، ومن أبرزها هيتتغير الكلمة من القضية ممكن للمونديال ممكن. لكن طبعا هذا الأمر برضه قوبل برفض نظرا لعملية التباعد الاجتماعي وحرص ان يتم عملية تباعد ما بين الجمهور. وفي بعض الفعاليات اللي هتتعمل من قبل اعضاء رابطة النادي الاهلي لابراز تراث مصر وابراز عظمة مصر وابراز عظمة النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. وفي فعاليات تانية كتير هتكون مفاجأة للنادي الاهلي والجماهير النادي الأهلي في كافة العالم، والناس هتشوف مدى عظمة النادي الأهلي، والدليل إن التذاكر اختفت في نص ساعة نظرا لجماهيرية الأهلي العظيمة. وهتشوفوا ده في الاستاد، هتشوفوا 13,000 متفرج بيشجع النادي الأهلي بيهتف لجمهور النادي الأهلي. مفيش تذاكر خدها نادي الدحيل القطري، لأن نادي الدحيل القطري ما عندوش جماهيرية إذا ما قورنت بجماهير النادي الأهلي. بالتوفيق للنادي الأهلي، وإذا في أي شيء يخص رابطة مشجعي النادي الأهلي بدولة قطر سوف يتم إرسالها تباعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.